دايرين لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا كلكم بألف خير. مرحبا بكم على القناه ديالي. كما العاده نفس المقدمه ما كتبدلش، هي اللي كتجي في بالي ديريكتومون. المهم هذه غتكون اول فيديو من بعد ما رجعت من المغرب. رجعت يعني هذه ايام، ماشي غير دابا باش رجعت، وكنت جيت عيانه وكذلك الزوج ديالي مريض. صافي. المهم ما بصراحه ما الجهد ما كايناش باش نصور، والله البنات ما عرفتش اش كنقول، شنو غنصور، واش ندير روتين، واش ندير هادي، والجهد والو، حتى النعاس باقي شويه مخربق. وصافي هادشي اللي كاين. اول حاجه بغيت نشكر كاع البنات اللي يعني اللي تفكروني بميساج او لا تعليق او لا مشاو كيقلبوا على الانستغرام ديالي، على الفيسبوك، يعني ما نقدرش نذكر الاسماء لانهم كانوا بزاف، يعني على الاقل الميساج رسلته ليا والاغلبيه يعني كنت جاوبتهم، واخا ما جاوبتهمش في اللحظه. عظم الله اجركم، كنشكركم بزاف، ما مشى معكم بس. هذه هي الحياه، يعني الموت ديال القاسم ما كناش متوقعينه دابا. ما غنهضرش في هذا السوجي، يعني علاش ما كناش متوقعينه، بزاف ديال الحوايج. الحمد لله هذا الشيء اللي بغى الله، بغاه الله الحمد لله. البنات الاخوات اللي رسلوا لي، حتى الاخوان اليوتيوبر، يعني كسوسوا بنات ولا اولاد اللي رسلوا لي ميساجات ديال التعزيه والمواساه، المتتبعات اللي قلبوا عليا في الفيسبوك، في الانستغرام، يعني في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. واخا ما جاوبتكمش ديك الساعه، راني جاوبتكم من بعد. يعني الانسان اللي كيكون كيبغي يدير لو دوي كيحتاج الناس يواسيه ويصبروه. ناس اخرين توقعت انهم كذلك يعني تفكروني، ولكن ماشي مشكل، منهم بزاف ديال اليوتيوبرز. هذه السنه ديال الحياه، والموت علينا حق، وصافي هادشي اللي عطى الله. ما بغيتش نضر في هذا السوجي دابا لانني ما مستعداش، لا نفسيا ولا من اي ناحيه. ما بغيتش الفيديو نبكي فيها، مع ان طبيعتي انا كنبكي دغيا. كاين شي وحده غتدخل القناه غتقول لك هاد السيده كتجيب لينا غير الطاقه السلبيه، وما كتضحكش، ومره كتهضر على المرض، مره كتهضر على الصحه، مره كتهضر على انا البنات كيما ولفتوني في الاول كنهضر لكم على الحوايج اللي كنعيشهم، وباش نجي نبقى نكذب عليكم. علاش غنبدا نوريكم غير الحاجات الزوينه باش انا نجيب لكم الطاقه الايجابيه؟ انا واخا كندير هاد الفيديوهات هما راه كيديروا فيا طاقه اخرى.
اللي ما كيعجبوش هذا النوع ديال الفيديوهات ولا تو سامبلومون ما كتعجبوش الطريقه ديالي في الهضره ولا المواضيع اللي كنبارطاجي معكم ماشي مشكل تبارك الله اليوتيوب المغربي عامر باليوتيوبرز وراك برا لي شان ديال اللي بغيتو ديال الشطح كاينين مي انا كنبارطاجي معكم شي حوايج اللي كيهموني انا واللي كيتوشيوني بحال المرض والصحه في المغرب وهذا الموضوع هذا قبل ما يموت خويا اللي فايت هضرت فيه وبكيت معكم في واحد الفيديو وماشي غير في اليوتيوب الناس اللي كيعرفوني قبل هذا هو الموضوع اللي كنت كنهضر فيه دائما في الفيسبوك وفي اي وقت يعني جاتني الفرصه انني نجمع مع البنات ونهضر معاهم كنا كنهضروا في هذا السوجي ديال الغربه ديال الصحه ديال الحوايج اللي كيهمونا حنا كمغاربه واللي ملي كنمشيو لبلاد اخرى كنحسوا بالحقره وكنقولوا علاش حنا ما نكونوش بحال دوك الناس علاش حنا وليداتنا وعائلاتنا ومواتنا ما يداووش بنفس الشروط ديال التطبيب فهذا الشيء اللي كاين مهم غاديش كما قلت لكم نهضر بزاف في هذا الموضوع هذه هي سنه الحياه خويا الله يرحمه وصافي هذا الشيء اللي كاين غادي نسد هاد القوسين هنايا النهار اللي غنكون مستعده غادي ندير لكم فيديو ونهضر على هذا السوجي ان شاء الله دابا راه اكثر من 10 ونص يمكن 11 قل 25 باش نكون معكم صريحه يعني فقت معطله ما كنعش بالليل كنعس معطله دابا غادي نفطر القهوه ديالي كما العاده وان شاء الله نشوف شنو غادي ندير لان كتعرفوا ملي كترجعوا من المغرب خصوصا كتكون الدنيا مرونه وكتكون الغبره وبزاف ديال الحوايج كذلك من بعد غادي نخرج نمشي نشوف الزوج ديالي لانه نعس في المستشفى جيت من الطياره ديريكتومون مشيت للمستشفى هادشي اللي عطى الله ماشي مشكل كنا مرضنا و يعني الحمد لله فوالا دونك كنتمنى لا فيديو ديال اليوم تعجبكم وتشجعوني كما العاده بالدعم ديالكم بلي لايك بلي بارطاج لانهم كيفرحوني بزاف ويمكن يوتيوب بزاف ديال الاخوات كنت هضرت على لو فيت انني غادي نحبس يوتيوب يقدر يعطيني بزاف ديال الحوايج وينسيني بزاف ديال الحوايج فانا غادي نكمل بور لو مومون معكم لان الاغلبيه ديالكم بغاوني نكمل وكيستافدوا من لي فيديو ديالي انا عليها كنت حطيت هاد لو بوست اكسبري باش نشوف واش كوميم كتاخذوا شي حاجه من لي فيديو مع انني شي مرات كنعاود لكم غير حياتي ربما حياتي ما تهمكم حتى شي حاجه فكنحاول يعني نهضر لكم على هكا تقضيه على شي حوايج خصوصا الناس اللي كاينين في فرنسا اولا نوريكم شي حوايج تعلمت ليهم اولا كنعرف ليهم في الطبخ فانا كما كنقول لكم دائما كنبقى مجرد هاويه راني ماشي بروفيسيونيل وكنبارطاجي معكم الحوايج اللي كنتوصل بهم والبارطاج الناس اللي مولفين بالبارطاج راه كيكون عندهم هادشي في الدم يعني سنوات عديده قبل ما يكون اليوتيوب كنا حنا مجموعه ديال البنات كنبارطاجيو في المنتديات كنصوروا غير بالتليفون صور يعني لا علاقه ولحد الان المواضيع اللي كنت كنشرف مجموعه من المنتديات راهم باقيين وكاينين في جوجل كنت كنبارطاجي لي غوسيت كنبارطاجي المشتريات ديال الماكياج فمن بعد جا الانستغرام هو اللي كنت تعرفت فيه بزاف واللي كنت درت فيه مجموعه من لي بارتناريا وكندير فيه الصور يعني لقيت انني عندي حب التصوير كيعجبني ندير تصاور زوينين ندخل فيهم الاضاءه ان شاء الله بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي كيفاش كديري لدوك الصور غندير لكم فيديو خاص بالربح من الانستغرام والصور ديال الانستغرام وكيفاش كندير لي بارتناريا سور انستغرام ومن بعد جا اليوتيوب الصراحه دخلت ليه غير ما غاديش نقول صدفه مي كان وقع لي واحد المشكل في الفيسبوك واضطريت انني ندير الفيديو ديال واحد لا غوسيت وديك لا غوسيت وصلت لواحد العدد من اللايكات وصافي تما فاش كانت الانطلاقه وهذا ما كان يعني تجربه زوينه وغادي نكمل فيها ان شاء الله معكم فكنقول لكم نهاركم مبروك طولت عليكم بزاف هاد القهوه ديالي راه بردات كنقول لكم نهاركم مبروك وكملوا معايا لا فيديو ان شاء الله
بالنسبه للغداء البنات خرجت هنا كانت عندي الفلفله مقطعه كونجلي كما قلت لكم دائما فاش كتكون عندي بزايد كنديرها في الكونجيلاتور مي كنبغي ندير بها تكتوكه اولا شي حشوه كنجبدها دابا باقا كونجلي لانني نسيت ما جبدتهاش قبل. وبالنسبه للغدا جو بونس غادي ندير غير هذه خبيزه او كما كيقولوا لها البقوله هذه جبتها معايا من المغرب البنات يعني كلشي كيعرف يصايب البقوله انا درتها غير العطريه البارح يعني درت لها الشرموله درت شويه ديال الزيت الشحر وحكيت فيها الثومه بالزايد ودرت الكمون والسودانيه وشويه ديال الملح اللي بغى يدير فيها التحميره كاين اللي كيدير فيها التحميره وصافي من بعد زدت عليها شويه القزبر والمعدنوس والعصير ديال الحامض المهم راه كتجي زوينه ودابا تبارك الله البقوله راها موجوده في المغرب هي اللي كناكل دابا ما بغيتش نكونجليها حيت ما جاتش كميه كبيره دونك غادي نتغدى بها هي وان سالاد اكوتي وصافي هذا ما كان هاد الفلفله هذه غادي نخليها حتى العشاء ونديرها ان شاء الله نشرملها هذا هو الغداء ديالي كما قلت لكم شويه ديال الخبيزه اون سالاد اون سالاد فيرت مع لاصوص الخبز وغادي ناكل اما بنانه اولا ليمونه كنت شهيت وشريته البارح من لوكلير صافي كما شفتوا كان عندي الماعن ديال البارح غير مسحتهم ورديتهم بلاصتهم وغسلت الماعن اللي كانوا تجمعوا لي اليوم وان شاء الله حتى هما غادي نمسحهم فاش ندخل لحقاش غادي غير ناكل ونمشي نشوف امير في لوبيتال فوالا. المهم البنات تغديت وساليت كما قلت لكم وبديت كنوجد راسي وهما يعيطوا ليا في لوبيتال راجلي غادي يخرج ان شاء الله هاد العشيه شحال جلست 3 ايام ولا 4 ايام مشينا فوقاش المهم 3 ايام ولا 4 ايام هو في لوبيتال دونك ما غاديش نمشي نجيبو غادي يجي في الطاكسي طاكسي امبولانس المهم هناني الصراحه وصافي جو بيان انني كنت كنمشي يوميا في الساعات ديال الزياره مع الجوج كنبقى معاه حتى الربعة 4 ونص عاد كندخل للدار كنجي عيانه المهم دابا ان شاء الله غادي يدخل للدار صافي ما غاديش ما بقيتش غادي نخرج غادي نجلس في داري ونكمل الشغل ديالي شويه بشويه لي ماشين حيدتهم عليا الماشين درتها البارح اليوم درت وحده نشرتها فيها غير الحوايج ديال التحت والفوطات وغنمشي نجمع شويه ندور بيت الناس المهم اللي بانت ليا غادي نديرها ان شاء الله فبقاو معايا هنايا البنات جيت نوريكم لي كولي اللي توصلت بهم باش ما كنتش هنايا انا كنت سافر جوج ديال السيمانات وكاين الا كولي واحد اللي راجلي كان مرض وما مشاش جابو هذاك اللي رجع ان شاء الله منين غيعاودو يتصيفطوه ليا غادي نوريه لكم دونك توصلت بهاد لو ليسور من عند لا مارك ليس ستيم هاد لو ليسور هذا كنشوف عليه بزاف ديال لي غوفو كسوا في يوتيوب ولا في انستغرام اني مازال ما جربته هو كيخدم بلا فابور وبلا فابور البواطه ديالو دايره بحال هكا جو بونس الثمن ديالو كيدير 179 اورو ان شاء الله غادي نجربو غندير لكم اون غوفو قبل وبعد يعني نصايب به شعري ونوريكم النتيجه النهائيه ديالو انا ما كنصايبش شعري بزاف في ليسور يعني نهار اللي كنبغي فريمون ليسي ولكن ماشي دائما دونك قلت غادي نجربو هذا كيصلح سورتو الناس اللي عندهم الشعر بحالي يعني كيكون قوي ويعني الشعر كيكون حرش ماشي رطب دايرين معاه هنايا هاد لي بانسو هادو باش كتشدو شعركم هاد المشطه هادي انا عجبني الديزاين ديالو ان شاء الله غادي نهضر لكم عليه
التفصيل داير بحال هكا. دونك هذا توصلت به عن طريق ايفانسي، كذلك توصلت بهذا الويل فيجيتال بيو ديال الكوكو. الموقع nutrimia.com اللي كيتباعوا فيه. صافي هادشي اللي مكتوب فيه، انا مازال ما جربتهمش البنات بطبيعه الحال. وكذلك هاد الويل ايسونسييل بيو ديال الليمون، بيتي غران بيغاراد، ماشي الليمون، جو بونس كو سي الليمون، كيبان ليا الصوره الليمون ماندارين جو سي با كوا بيغاراد، غادي نشوف انترنيت. فوالا دايره هكا. وهادو هذا سي زيت اساسيا بيو من نفس الموقع. وكذلك عن طريق اوكتولي توصلت بهاد لي روج ا ليفغ من لا مارك يو ار كوزميتيك، اللي فايته جربت البرودوي ديال الماكياج ديالهم، صيفطوا لي 3 ديال لي روج ا ليفغ. غادي نوريكم الالوان، هذه اول مره غنجرب لي روج ا ليفغ ديالهم، صيفطوا لي هذا اللون هذا كما قلت لكم عن طريق اوكتولي. وهاد لي برودوي كاملين كما عودتكم وكما العاده يعني الشفافيه، هادو توصلت بهم غراتويتمون يعني مجانا. دونك كاين هاد اللون، كاين هذا، لومبالاج ديالهم عادي، اصلا هاد الماركه البرودويات ديالها ما غاليينش، الماكياج ديالها ما غاليش. هاد اللون هذا كيبان ليا زوين، اب فوالا لا مارك سميتها يو ار كوزميتيك. او كاين اللوين الثالث غادي نوريه لكم، هاد الالوان بجوج زوينين. شوفوا هاد الثالث هذا، هذا واحد الاحمر حتى هو زوين عجبني، جيسبر لابليكاسيون ديالهم تكون زوينه. عندي الباليت ديالهم زوينه الصراحه الالوان ديالها، مع ان الثمن ديالها يعني هابط بزاف، حتى هاد العكوره راهم ما غاليينش. ولا هذا هو اللون الثالث. كذلك توصلت بالبوكس ديال نوفمبر وديال ديسمبر. نوفمبر كانت تعطلات، جاتني ديال ديسمبر هي الاولى، كنت بارطاجيتها معكم ديال نوفمبر هي هذه. ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو على المحتوى ديالهم بجوج، هما بجوجهم عجبوني لان فيهم كلكو برودوي اللي كنت باغيه نجربهم. دونك هذه ديال نوفمبر، نخلي لكم لو ليان ديال باريناج البنات اللي بغاو يكومونديو ديال الشهر الجاي. وهذه عجبتني بزاف اللي بغيتو تكومونديوها، راه بزاف الاخوات كومونداوها عن طريق الرابط اللي حطيت لكم، باش كتاخذوا 10 اورو يمكن تشريو بها اللي بغيتو في الموقع. دايرين هاد لا بتيت تروس اون فولور عجبتني بزاف، وراني وريتكم المحتوى ديالها. ان شاء الله غادي نهضر على هاد لي برودوي اون ديتاي. كاينه هاد البرودوي من عند بلون كريم، كاينه هذا من عند بولار، هاد الزيت ديال الشعر، يعني كاين دي برودوي اللي عمرني ما جربتهم هكا فاش كيعجبوني لي بوكس. و تيكون كتكون لا طاي ديالهم يعني ما بيهاش، ماشي صغيره مره الطاي ديال الفواياج وماشي كبيره بزاف، دونك 50 ام ال. يعني جو تروف كو بور لو بري ديال 13 اورو هاد لي برودوي كاملين سافا. هذا لا روش بوزي، كذلك كاينه واحد الخاتم هنايا، ان شاء الله غادي نوريكم لا بوكس اون ديتاي. هاد العكر ديال لونكوم، اللون ديالو زوين، واش يبان؟ فوالا زوين عجبني بزاف، فورما صغيره العكر ولكن زوين هكا باش الانسان يتيستي صابو الكو. فوالا داير هكا. صافي هادشي اللي كاين في لا تروس، ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم اون فيديو ديتايي. فوالا هذا ما كان بالنسبه لي كوليس واللي توصلت بهم. كذلك كاين واحد الكولي غادي نوريه لكم اللي عباره عن فيه لي غاتو، كاينه هاد لي روشي لي تروف نوا دو كوكو بيو، هادو كلهم جاوني من عند لا مارك لافي كلير. دائما هكا في البيريود ديال لي فيت كيصيفطوا ليا هكا دي ديغوستاسيون، وكانوا هاد لي كور هادو باقي ما دقتهمش، هادي راجلي داقها. هادو بان دي بيس، وكاين هاد الشوكولا هادي حتى هي من لافي كلير،
لي على شكل بير نويل بيو شوكولا ولي الشكل ديالها. وكذلك كاينين هادو كيعجبوني دي ميني نونيت على الاورانج دايرين بحال هكا زوينين ان شاء الله غادي نتيستيهم. فوالا جو بونس وريتكم داكشي كامل اللي توصلت به. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نوريكم شي حويجات جبتهم في المغرب، راني ما جبت حتى شي حاجه، راكم عارفين مشيت غير زياره العائله وصافي، ما خرجت ما يعني، وخصوصا مع الحدث ديال الموت فشي حوايج غير عطاوهم ليا ملي كنت جايه، شي حوايج بساطين بزاف يعني. والناس اللي متبعني قدامي راني كنمشي دائما المغرب، انا ماشي من النوع اللي كننقل كل شيء، كنشري الحوايج اللي كنعشقهم ولكن ما كنشريش داكشي يعني بمجرد انني غندير اون فيديو. كاين الناس اللي كيشريو بزاف ديال الحاجات باش يديروا ديك الفيديو. فوالا انا شنو شريت من المغرب، الحمد لله كل شيء كاين هنا الا حويجات بساطين اللي ما تلقاوهمش، بحال هكا طويجين كيكون غالي في الثمن، يعني الا قدرنا نجيبوه كنجيبوه، دي تروك لي فريمون بازيك. ان شاء الله غادي نوريهم لكم في الفيديو القادم ان شاء الله. وهنايا البنات جيت باش نوجد العشاء شويه بكري لان راجلي فيه الجوع، غير دخل شرب الدواء ديالو وناس. وكما قلت لكم تقديت البارحه جيبان اوغو ديال التقديه، ما عنديش كل شيء، عندي مطيشه فلفله كانت عندي في الكونجيلاتور، صوص طوماط، دونك خديت هاد لاباط هادي فويتي، قلت غادي ندير به بيتزا بالفلفله ومطيشه وشويه الفرماج، دونك داكشي اللي كاين شي حاجه خفيفه وش اون سالاد و ان ديسير، دونك ماشي شي حاجه لان الباط فويتي راه واجده، غادي ندير غير الحشوه وندخل كل شيء الفران. هذا هو العشاء ديالنا اليوم. دابا غادي ندير هاد الحشوه في لاباط فويتي، خليوها تبرد شويه. غادي نزيد بعدا شويه ديال الزعتر والفرماج. الكاميرا راه غادي ديشارجا، غادي نديرها في الفران ونشارجي الكاميرا وعاد نوريكم النتيجه النهائيه. شويه ديال الزعتر
الفوماج، ممكن نزيدو الزيتون كاشير طول، يبقى لكم الاختيار. صافي غادي ندخلها الفران. بالنسبه للديسير درت شي حاجه سريعه، عندي البنان والليمون قطعتهم والاناناس وشويه ديال التمر، ودرت عليهم العصير ديال الليمون، شويه ديال الحامض باش ما يكحلش ليا البنان، والسكر، ودرت دي ميني سالاد فروي بحال هكا. هذا هو العشاء ديال اليوم، ونرجع باش نوريكم البيتزا كيفاش طلعت. اي فوالا، هذه هي البيتزا البنات، وجده بيتزا خفيفه ظريفه بالعجينه المورقه الجاهزه. كما هذه هي البيتزا بالتكتوكه ولا بالفلفله بالعجينه المورقه الجاهزه، راه كتجي زوينه. كنتمنى انكم تجربوها كما العاده، وتردوا عليا الاخبار في التعاليق. صافي، هنايا غادي نوجد الطبيله ديالي باش نتعشى ونمشي نرتاح شويه. جو بونس غادي نعاود نصور غدا، غادي نسد الفيديو ديال اليوم هنايا، وكنقول لكم الى الغد ان شاء الله.